اهلا بيكم وعماق الروح. والنهارده موضوعنا جامد جدا. النهارده احنا هنتكلم عن ارقام كتير جدا، تسلسلات ارقام توأم الشعلة، ومش هيبقى رقم معين، لا احنا هنتكلم على كذا رقم. وده احسن حاجه هتحصل في الفيديو ده، مش هنركز على رقم واحد، لا احنا هنتكلم عن تفسيرات كذا رقم، عشان انتوا طلبتوا الارقام دي كلها، فاحنا قلنا نجمعها في فيديو واحد على قد ما نقدر، الحاجات المشهوره قوي 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 اللي بتيجي قدامكم كتير. خلينا نبدا الفيديو ونشوف ايه المعاني اللي احنا محتاجين نعرفها لما نشوف الارقام دي. اتكلمنا كتير قوي عن العلامات والرموز اللي انت تقدر تشوفها وتبحث عنها، وبتبقى هي عبارة عن إرشادات في رحلتك، رحلة توأم الشعلة. لكن تسلسلات أرقام توأم الشعلة بتكون موجودة وبتوفر كمان إرشادات محددة ليه اللي انت مفروض تعمله علشان تعزز طريقك نحو الاتحاد. انت محتاج تعرف ايه عن الموضوع ده. أرقام توأم الشعلة واحدة من أكتر الأدوات المفيدة لتعزيز رحلة توأم الشعلة، وهي يعني في منها كتير جدا جدا جدا، وهي بتغطي يعني حاجات كتير قوي في رحلة توأم الشعلة، وبترشدك لحاجات أكتر وأكتر. ليه بتعتبر التسلسلات الرقمية دي مهمة؟ هنعرف مع بعض في الفيديو ده. بعض الأنماط الشائعة زي 1 1 1 1 و 2 2 2 2 و 3 3 3 3 والمزيد بقى من الأرقام، وبيحاولوا يقولوا لك إيه الأرقام دي وكيف يمكن لهذه التسلسلات الرقمية أن تساعد في إرشادك للأمام. افتكر إنه مفيش رحلتين زي بعض تماما على الإطلاق، وأنا هحاول أغطي أكبر عدد ممكن من المجموعات، لكن لو كنت أنت بتبحث عن إرشادات محددة لرحلتك، فأكيد أكيد أكيد لو كانت تسلسلات رقمية هتلاقيها في الفيديو ده إن شاء الله. أول حاجة محتاجين نفهم إيه هي أرقام توأم الشعلة. أسهل طريقة لوصف الأنماط والتسلسلات دي هي عبارة عن إشارة من الكون. بتبدأ أنماط الأرقام في الظهور بشكل متزايد أو متكرر، وضد كل الاحتمالات اللي بتجذب انتباهك. غالبا ما بتسمى هذه الأنماط بأرقام الملائكة، لأنها من غير المرجح إحصائيا أن تراها لو ما كانش في حاجة حطيتها قدام عينك عمدا. في بعض الجدل حوالين المعتقدات ومن أين تنشأ الأرقام دي بجد، سواء كان ده هو توأمك أو ذاتك العليا أو حتى حاجة خارجية تماما. لماذا ترى توأم الشعلة أرقام الملائكة؟ الأنماط دي بتكون غير مرجحة جدا. انت هتصل إلى المكان اللي انت هتشوفها فيه بعد قليل، لدرجة ان هي بتلفت انتباهك. هما بيظهروا لمحاولة إخبارك بحاجة، وبيكونوا أكتر حدة لما بيكون عليك اتخاذ قرار مهم، بتلاقيهم بيظهروا قدامك على طول. بيقدمون ليك ايه؟ التوجيه والطمأنينة. هما مش بيوضحوا دايما اللي انت عايز تسمعه بالظبط، لكن هما بيبقوا موجودين للمساعدة. المعنى الفعلي لنمط الأرقام هو المكان اللي انت بيمكنك فيه الحصول على إرشادات أكتر تحديدا، ولكن حقيقة أن أنت تراها على الإطلاق هي علامة إيجابية جدا على أنك في رحلة توأم الشعلة الحقيقية. أرقام الملائكة موجودة خارج النفوس التوأم، لكن حقيقة رؤيتك لهذه الأنماط ووصولك لهذا هي علامة جيدة جدا على طريقك نحو الاتحاد. اعتقد انه من المهم ان انت تسمع لرسالة انماط الارقام، وما تفضلش قاعد وتستنى ان الكون يعمل كل حاجة علشانك. بيكون في معاني للتسلسلات الرقمية المحددة دي، وحنشوف ده دلوقتي مع بعض. اين ترى تسلسلات ارقام توأم الشعلة؟ ممكن تشوف انماط العد التنازلي زي 5 4 3 2 1، أو أرقام متكررة زي 3 3 3 2 2 2 1 1 1.
وكل ما كان احتمال الجمع بين الرسالة أو تكرارها أكتر، كل ما حاول النمط جذب انتباهك. ممكن أن يظهر رقم الملاك في أي مكان، مفيش قواعد محددة أو صارمة في الموضوع ده، لكن كل ما كان النمط أكتر تعقيداً قلت احتمالية اكتشافه. بعد سماع الألاف من قصص توأم الشعراء حرفياً، في مكانين شائعين أنت ممكن تكتشفهم. أوقات الساعة اللي هي بتبقى 11-11 أو 12-34 على سبيل المثال، أنت بتقدر أنك تلقي نظرة باستمرار على الوقت لرؤية هذه الأنماط. أوقات الرسائل أو المكالمات الهاتفية، تواريخ الأحداث أو أعياد الميلاد، ربما بتكون ممكن تكون التقيت بتاريخ مثلا 2-2-2020 على سبيل المثال، مثلا علامات الطريق أو أرقام المباني أو لوحات الترخيص بتاعة العربيات، مبالغ الفاتورة كمان أو الاي دي بتاع الفاتورة، رقم الفاتورة أو رقم مثلا فاتورة محل أكل أو الحاجات دي. ده كده شوية أمثلة بسيطة ومنتشرة جدا جدا. رؤية الأنماط في أماكن مختلفة ممكن إن هي تغير معناها، لكننا هنستنى شوية وهنتكلم في الموضوع ده. من المحتمل في الواقع إن هما بدأوا في الظهور في رحلة توأم الشعلة الخاصة بيك منذ فترة طويلة ولم تلاحظهم. كلما تقدمت في هذا المسار كل ما بدأت في رؤيتهم أكتر. هل يرى توأم الشعلة هذه التسلسلات الرقمية؟ ده موضوع صعب الإجابة عليه. الجواب من الناحية الفنية هو نعم، لأن أي شخص بيمر بهذا النوع من الاتصال الروحي سواء كان رحلة توأم شعلة أو غير ذلك، من المرجح أنه هو يسترشد بأرقام الملائكة. من المحتمل أنه تظهر هذه المجموعات لدى توأمك كمان، خاصة لو كانت أقرب إلى الاستيقاظ. يعني توأمك قرب من الاستيقاظ فالمجموعات دي كمان المفروض تظهر له. المشكلة بقى هنا هي انهم اقل عرضة لملاحظة انماط الارقام والتزامنات. لو كانوا الهاربين لانهم عادة اقل وعيا روحانيا، اذا كنت تمر بمرحلة الانفصال فمن المحتمل تماما ان هذه الانماط تظهر نفسها لتوأمك وهو غافل عنها تماما. ومن الصعب دايما التحدث بتفاصيل عن رحلة توأم الشعلة، لأن الحقيقة هي أنه مفيش توأمين متشابهين على الإطلاق. تسلسل أرقام توأم الشعلة المشتركة مهم جدا أنك تعرف، فقط لأنك لا ترى واحدا أو أيا من هذه التسلسلات مش معناه أنك لست في علاقة توأم. الرحلة مختلفة بالنسبة لنا كلنا، ومن النادر جدا ان نكون في الرحلة دي. ناهيك بقى عن رؤية اي من هذه الارقام. اذا كنت ترى هذه الارقام فخد رسالتها على متن الطائرة، ولكن لا داعي للزعر اذا لم تكن كذلك. هذه مجرد بعض انماط الارقام الاكثر شيوعا والتي توجد مجموعة لا نهائية منها. هذا تسلسل خاص جدا ومهم جدا لتوأم الشعلة، وعشان كده أنا برضو هتكلم عنه فيديو لوحده أكيد بتفاصيل أكتر. عادة ما بيكون ده مزيج نادر جدا يمكن رؤيته، ولكن في رحلة توأم الشعلة أسمع عنه كتير جدا أكتر مما تتوقع. ممكن أنه يظهر في الأوقات والتواريخ وأعياد الميلاد أكتر مما تتوقع، لكن الملاك رقم 10-10 ليه معنى محدد لتوأم الشعلة، وهو أمر لا يمكن تجاهله. باختصار هي علامة الميلاد والنمو الروحي والتقدم، بتشبه لحد كبير رحلة توأم الشعلة نحو الصعود. هي دعوة لأخذ الأمور إلى المرحلة التالية والتركيز عليك. تذكر أن الرحلة بأكملها نحو الانسجام مع توأمك بتدور حوالين شفاء نفسك أولاً. لو انت كنت بتشوف النمط ده فده فال قوي جدا على الصحوة الروحية واتحاد توأم الشعلة، ولكنها ليست رسالة يمكنك تجاهلها، فما تتجاهلهاش واهتم بيها. استمر في التركيز على نفسك والعمل على طريقك الروحي. توأم الشعلة 2-2-2 الأنماط
ذات الاستخدام المكثف للرقم 2 زي 2 2 2 و 2 2 و 2 2 اللي هي بتبقى زي علامة الساعة، بتدعو للإيمان والعزيمة، تذكير بأن رحلة توأم الشعلة نادرا ما بتكون سهلة، وفي بعض الأحيان بيتطلب الأمر القليل من الحافز لإبقائنا على المسار الصحيح، خاصة خلال فترات الانفصال الصعبة. فإن أي نمط بيحمل الرقم 2 بيبقى موجود للطمأنينة، وفي بعض الأحيان ممكن أن تكون دي رسالة من عقلك الباطن أو توأمك أو حتى من الكون نفسه، تذكير بالمسار اللي يجب عليك اتباعه وسبب وجودك هنا. احنا كده قمنا بتغطية رقم الشعلة 2 2 2، بس هيبقى فيه ليه تفاصيل اكيد اكتر في فيديو تاني برضو، نظرا لمدى وضوحه في توضيح رحلة توأم الشعلة، ولكنه ليس تسلسل يشير لنهاية الرحلة تماما. يظهر ده عادة عندما تكون الأمور على وشك التغيير أو عندما تكون على وشك الانتقال إلى مرحلة جديدة، لكنها في الغالب بمثابة تذكير للاستمرار، زي مشجع مثلا الكون بيرسله ليك. توأم الشعلة رقم 333 بتعتبر التسلسلات ذات الرقم 3 أو 33 أو 333 أو 3333. على سبيل المثال، علامة قوية على الاتحاد، في حين أن الأنماط الأخرى بتوفر التوجيه أو الطمأنينة لليوم العام، فإن النمط 333 هو تذكير قوي بمهمتك الروحية ولماذا توضع هذه التحديات أمامك. لو كنت قادر على وضع ذلك في الاعتبار والتركيز على هدفك وتقدمك الروحي، فربما تكون أهمية هذا النمط واحدة من أكثر الأنماط إثارة التي يمكن أن تراها، هو رمز للتجلي والقوة العليا. نمط رقم الشعلة 444 عادة ما بتعني تسلسلات توأم الشعلة رقم 4 الحب والعاطفة، تلك القوة القوية التي تدفعكما لبعضكم البعض، ممكن أنه يبشر بقدوم اتصال جسدي أو طاقة متبقية من اللقاء الأخير. مثل الكثير من تخاطر توأم الشعلة الأخرى اللي قمنا بتغطيتها قبل كده، أنه تكون علاقة توأم الشعلة بعيدة عن عقلك، إلا أن التوأم الأقل وعي روحانيا لا يلاحظ ذلك، على الأقل لا يلاحظون ذلك بوعي. هناك فرق. رؤية أرقام زي 4-4 أو 4-4-4 أو 4-4-4 هي علامة على أن توأمك قد وضعك في أفكاره. عادة خلال فترات الانفعال الشديد لأي سبب كان، من المحتمل أنه يكون ذهنهم ذهب ليك لما شفت النمط ده أو لما بتشوفه. رقم الملاك توأم الشعلة 555 في تسلسل أرقام توأم الشعلة، الشخص اللي أحب رؤيته دايما هو الرقم 5، علامة على التغيير الأكيد، وعليك أن أنت تستعد لده وتخلي نفسك مستعد أكتر. 555 أو 555 زي ما يكون تاريخ كده، أو ساعة 555 على سبيل المثال، هي مؤشرات قوية على أن شيئا ما على وشك الحدوث. بعض الأرقام هي بمثابة دعوة نحو أخذ نظرة طويلة للرحلة، لكن النمط ذو الرقم 5 بيشير عادة إلى إطار زمني أقصر بكتير. ممكن يكون ده مش معناه اتحاد فوري، ولكنه مؤشر قوي على أن شيء ما على وشك الحدوث في رحلتك. معنى توأم الشعلة 666، في حين أن بعض الثقافات لا تحب الأنماط ذات الرقم 6، بيعتبر 666 هو الرقم المخصص للشيطان، فإن الأنماط ذات الرقم 6 بما في ذلك 666 هي علامات
على مستوى اهتزازنا، وهي علامة على الحب غير المشروط للأشخاص في مجتمعنا ومنهم الأرواح. يحظى هذا النمط بسمعة سيئة من المراجع الكتابية، ولكن تلك المراجع لا تتحدث عن توأم الشعلة. هذا نمط طاقة عالي جدا يمكن رؤيته في علم الأعداد، هو بيعتبر عدد التطرف وليس علامة على نصف التدابير، هو عدد الإبداع والتعبير. ربما حان الوقت للتعبير عن 6 حبك ومشاعرك، أو الإشارة إلى أن توأمك يشاركك مشاعره دون وعي. رقم الملاك معنى توأم الشعلة 777، دعوة للوعي والصحوة الروحية، علامة نريد رؤيتها من 7. ولكن النمط يمكن أن يظهر أيضا عندما نطور أنفسنا روحيا خلال أي مرحلة من الرحلة، هي علامة على التقدم. وعلى الرغم من أن هي ربما لا تبشر بتغيير فوري زي الرقم 5، إلا أنها علامة مطمئنة على أن تتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الاتحاد. نظرا لأن نمط 777 هو أحد الأنماط الأقل شيوعا، يعني في التجارب اللي بسمع عنها وفي تجربتي أنا شخصيا، فمش بحس ان هو منتشر قوي زي 5 5 5 والحاجات اللي اتكلمنا عنها 11 11. الملاك رقم 717 وتوأم الشعلة هو احد انماط الارقام الملائكية النادرة اللي اسمع عنها، 717، وبسمع كتير جدا من قصص توأم الشعلة عنها برضو. 7 علامة قوية في رحلة توأم الشعلة، بتعد الصحوة المبشرة والانماط زي 7 7 17 أو 7 1 7 7 1 7، بتكون إصدارات من النمط ده أكتر جوهرية. الرقم 8 في أرقام الملايكة هو علامة على الوفرة والنجاح على الجانب الإيجابي، هي أخبار جيدة، ولكن نمط 8 8 8 ربما يكون من أصعب الأنماط اللي ممكن تفهمها لأي نوع من المعنى رحلتك، لأنها رسالة عامة للنجاح يمكن أن يكون في أي مجال من مجالات حياتك. هي بترتبط برحلة توأم الشعلة باعتبارها رمز اللانهاية، رمز للين واليانج فيك وروحك المرآة، رمز للربطة بينكم اللي بتدوم إلى ما هو أبعد من هذا العمر الفردي. رؤية 8-8 أو 8-8-8 أو تسلسل غير شائع جدا مثل 8-8-8-8 هي طريقة الكون لقول مضروبا في 8، هو نمط من الوفرة الهائلة. طبعا أنا ما غطتش كل أرقام توأم الشعلة، فأكيد في أرقام أنا ما قلتهاش في الفيديو ده، لأنه من المستحيل بالنسبة لي أن أحسب كل نمط أنت بتشوفه. أنا حاولت أغطي بعض الأشياء الأكثر شيوعا اللي أنا شفتها أو سمعت عنها في تجربتي الخاصة وتجارب الناس اللي أنا عرض عليا قصصهم أو سمعت عنها أو قريت عنها أو حواليا منها كتير جدا، لو كنت أو اللي كتبوا في الكومنتس أو حاجات كتير قوي جمعت منها معلومات على الأرقام الأكتر انتشار، وحاولت أقول لكم بالمختصر كده معانيهم لحد ما نعمل حاجات زي ما عملنا قبل كده 5 5 5 فيديوهات مخصصة لكل رقم أكتر شيوعا. لكن لو أنت كنت بتشوف 1 أنا ما قمتش بتغطيته هنا بالفعل، فياريت تسيب تعليق تحت الفيديو وانا هحاول ان انا الاقيهولك واعمل لك عليه فيديو لو كان هو منتشر جدا فعلا ومهم جدا لتوأم الشعلة. طيب ماذا يجب ان افعل عندما ارى تسلسلات ارقام توأم الشعلة؟ ان اكتشاف ارقام ملاك توأم الشعلة هو الخطوة الاولى، ولكن ما الذي يجب عليك فعله بالفعل عندما تبدأ في رؤيتهم؟ طيب الخطوة الأولى هي ان انت تبحث وتفهم المعنى الكامل وراء الأنواع المختلفة من الأنماط، والحد كده تمام قوي. نحتاج كمان إلى البدء في النظر إلى المواقف التي ترى فيها هذه الأنماط وليس فقط الأرقام نفسها، يعني الموقف اللي انت كنت فيه وشفت فيه الأرقام دي بيفرق قوي من موقف تاني. لازم تفهم الموقف اللي كنت فيه والوقت إيه، متى وأين وما هي الأنماط المحيطة التي قد تخبرك أكثر من الأرقام وحدها. زي مثلا ممكن تشير رؤية أنماط الأرقام في ذلك الوقت إلى احتمال حدوث شيء ما، زي مثلا الاجتماع التالي أو الطلاق أو الانتقال إلى الخطوة التالية. طيب إن رؤيتهم على لوح الترخيص أو علامة الطريق بتشير إلى المدى الطويل لرحلتكم معا، ورؤيتهم على عنوان أو شيء يعتمد على المواقع
بيوحي بتغيير جسدي. طيب ماذا يحدث حولك؟ ربما تحاول أرقام الملائكة جذب انتباهك نحو شيء آخر يدور حولك. لما تشوف الأنماط دي تبص حواليك وتشوف إيه اللي بيميزك كمان. قد لا يكون الأمر منطقيا دائما بالنسبة ليك على الفور، لكن إذا كنت ترى هذه الأرقام باستمرار فلاحظها، اكتبها وحاول أن تتذكر كل ما ترى وتفكر فيه وتختبره، ستفتح الأنماط قريبا. تعد أرقام توأم الشارع في حد ذاتها أكتر من مجرد إجابات بسيطة. في أشياء قليلة جدا في رحلة توأم الشعلة ممكن توضحها لينا بسهولة. لذا في المقصود من أرقام الملائكة أن تكون شكلا من أشكال التوجيه، دفعة صغيرة في الاتجاه الصحيح. خد ما يمكنك من المعاني والإرشادات منها، ولكنها ليست جوهر ونهاية مسار توأم الشعلة. خلصت حلقتنا النهاردة، وأنا حابة أن كل يوم خميس تكون حلقة مميزة ومختلفة عن طول الأسبوع، علشان تبقى حاجة لذيذة كده في الويك اند وكلنا نستفيد منها. يا رب تكون عجبتكم الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة النهاردة، واستنوني في الحلقة اللي جاية إن شاء الله، واشوفكم على خير. واوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفوني، علشان تسمعوا الفيديوهات بتاعتي كلها أول ما تنزل. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية إن شاء الله. مع السلامة.